السلام عليكم، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. موقع الحرة ضحايا باعتداءات لأنصار الصدرية على متظاهري الناصرية. في العربي الجديد، العراق حظر تجوال في الناصرية وأنصار الصدر ينتشرون في شوارع المدينة. القدس العربي، قالت العراق لجنة التعديلات الدستورية تنهي أعمالها دون حسم ملف المناطق المتنازع عليها. في العرب اللندنية، طهران تتهم إسرائيل باغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة. أما البيان الإماراتية فقالت البنتاغون يعلن بدء تحرك حاملة طائرات وسفن حربية إلى الخليج العربي. وفي موقع عربي 21، تشاويش أوغلو يلتقي نظيره السعودي ويؤكد الشراكة بين البلدين. وأخيرا في إنديبندنت عربية، ترامب: بايدن لن يدخل البيت الأبيض إلا إذا أثبت عدم التزوير. قالت منظمة أنقذ الأطفال إن آلاف الأطفال العراقيين وعائلاتهم اضطروا للعيش في منازل مدمرة ومناطق مهجورة تنتشر فيها القنابل غير المنفجرة والجثث بعد الإغلاق المفاجئ لمخيمات النازحين. وحذرت منظمة أنقذ الأطفال في تقريرها نشره موقع ريلايف ويب التابع للأمم المتحدة من أن سلامة الأطفال في العراق معرضة للخطر إذا لم تتوفر لهم أماكن إقامة مناسبة. تحدثت فرق تابعة لمنظمة إنقاذ الطفولة إلى أولياء الأمور الذين أجبروا على مغادرة المخيمات، حيث رووا قصصا مروعة عن العثور على قنابل غير منفجرة وجثث في المباني المهدمة وتحت الأنقاض في المناطق التي يقيمون فيها الآن. وقالت المنظمة إن الأسر بحاجة ماسة إلى الخدمات الأساسية كالكهرباء ومياه الشرب النظيفة والمأمونة والطعام والنقل. وتؤكد منظمة أنقذ الطفولة أن بعض العائلات التي تم ترحيلها من مخيم يحيى ووصلت إلى الموصل والعياضية وتل عفر في محافظة نينوى لتكتشف عدم وجود مأوى آمن. ويؤوي المخيم نحو 2000 نازح، من بينهم نحو 1000 طفل، وفقا لمتطوعي المنظمة الذين أجبروا على مغادرة المخيمات أيضا، الذين يؤكدون أن العائلات تشعر بالقلق بشكل خاص من تعرض الفتيات للاختطاف. وقالت إحدى المتطوعات في مخيم يحيى وتدعى شهد إن هناك العديد من المخاطر التي تهدد حياة الأطفال بعد العودة، ومنها المتفجرات والأنقاض وفيروس كورونا وندرة الطعام والجثث والجماجم المنتشرة بين الأنقاض والشتاء القارس. ويشدد مدير مكتب منظمة إنقاذ الطفولة في العراق اشتياق منان إلى أن ما يحدث الآن مقلق للغاية، لأن نحو 49% من الأشخاص المتضررين هم من الأطفال الذين عاشوا في ظروف مخيمات صعبة لأكثر من 3 سنوات. وطالبت المنظمة في ختام تقريرها المجتمع الدولي والحكومة في العراق إلى العمل من أجل التوصل إلى خطة طويلة الأمد لإغلاق المخيمات بما يتماشى مع المعايير الدولية التي تضمن حماية العائلات والأطفال المستضعفين. صارت السجون في العراق من الأزمات المقلقة للجميع، الحكومة والعائلة والنزلاء وحتى للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وكل ذلك بسبب فوضى الإدارة وغياب مفاهيم حقوق الإنسان والرحمة والعدالة وانكشاف أمر هذه التجاوزات لكل العراقيين والعالم. جاسم الشمري يقول في موقع عربي 21 إن سجون العراق اليوم ليست مكانا لتأهيل السجناء، بل هي مغارات مليئة بالقتل والرعب والخوف والظلم والتضييع والاعتداء على كرامة الإنسان وحريته. أصبحت تلك السجون عبارة عن بورصات تجارية تتاجر بها عصابات السمسرة بحريات الناس والتلاعب بنوعية التهم الموجهة للأبرياء، أيضا بورصات للمنافسة على مناصب إدارة السجون،
وفرصة ذهبية لتحصيل الأموال الطائلة مقابل الكف عن تعذيب السجناء، وتجارة نادرة للحصول على مناقصات التموين الغذائي للسجناء. ومن أكثر صور الظلم هو غياب العدالة وتميع دور القضاء في المجتمع، وقد وقعت آلاف القضايا في العراق ضمن هذا الباب الواسع الذي ظاهره العدالة وباطنه الظلم والجور والافتراء. وفي يوم 16 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 أعلنت السلطات العراقية أنه تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق 21 مدانا بتهم تتعلق بالإرهاب في سجن الناصرية المركزي. ونتيجة للإهمال الحكومي صرنا نسمع يوميا عن حالات وفاة لسجناء نتيجة الإهمال الطبي. وفي ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء الماضي توفي نزيل محكوم وفق المادة 4 إرهاب داخل سجن الناصرية نتيجة لجلطة قلبية. وبعدها بساعات نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لامرأة عراقية كبيرة في السن اعتقل ابنها ظلما عبر المخبر السري بدعوى كيدية ومسجون منذ 6 سنوات وهو في حالة خطرة لما يعانيه من ضعف في بصره وإصابته بذبحة صدرية، وكانت تتوسل المسؤولين لإنقاذه. ويضيف الكاتب: كم حالة مثل هذه المأساة قلبت حياة العوائل التي اضطرت لبيع بيوتها وممتلكاتها لتخليص أبنائها من التهم الباطلة، مؤكدا أن البلدان لا تعمر بالجور والظلم مؤذن بخراب الدول. فمتى نخلص الأبرياء من ظلمة السجون القاتلة؟ فجر اتفاق الفك والعزل بين الوقفين السني والشيعي الذي صادق عليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أزمة جديدة بينت حجم الصراع والمشكلات المؤجل حلها في هذا البلد. عبد الستار رمضان يرى في موقع ميدل إيست أونلاين أن الأوقاف موضوع مهم وحساس، وهو يحتاج إلى قرار صريح وحاسم من رئيس الوزراء بإلغاء الاتفاق الموقع، وليس إيقاف العمل بالاتفاق أو التريث في تنفيذه. قرار إيقاف العمل بالاتفاق أو التريث في تنفيذه قد يحوله إلى قنبلة موقوتة أو لغم قابل للانفجار في أي لحظة أخرى من زمن قادم يمكن أن يقوم رئيس وزراء آخر أو موظف ما في مكتبه بتنفيذ الاتفاق طالما لم يصدر فيه قرار واضح وصريح وبات بإلغاء الاتفاق وليس الإيقاف أو إرجاء التنفيذ. إن حل الأزمات التي تعصف بالبلد لا يمكن أن يتم بالاتصالات الهاتفية أو الوعود التي تعطى بزيارات جبر الخواطر أو استقبال الناس المظلومين أصحاب القضايا العادلة، بل يحتاج إلى قرارات يتخذها رئيس الوزراء باعتباره المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، كما يتوجب عليه البحث عن حلول عادلة ومنصفة وممكنة وشفافة تعيد الحقوق لأصحابها، ولا تسمح لأي جهة أو شخصية التلاعب في ملف الأوقاف. إن قضية الأوقاف لا يمكن أبداً أن تحل من مدير معين بالوكالة في دائرة مهمتها ووظيفتها إدارة الأوقاف وليس التوقيع على عائدية أو التنازل عنها، حتى لو تم تسميته بمسميات أخرى كالفك أو العزل أو التقسيم، كما لا يملك رئيس الوزراء حق المصادقة على اتفاق باطل من الأساس لأنه رئيس حكومة انتقالية مهمتها إجراء انتخابات وليس البتة في مواضيع لا يمتلك هو ولا من سبقه ولا من سيتبعه حق تقرير ومصير وعائدية هذه الأوقاف. وبحسب الكاتب فإن هذه الأزمة بيّنت حجم الفساد الذي يقال إنه موجود في إدارة هذه الأوقاف، والذي يتوجب على الشخصيات والعلماء وأساتذة التاريخ والشريعة والقانون المختصين بوجوب التدخل وجرد وتحديد حجم الأوقاف وكيفية صرفها ومراقبة وصولها إلى مستحقيها الشرعيين. تابع الحوثيون أعمالهم التخريبية أو صعدوها بضرب منشأة بترولية سعودية في مدينة جدة،
وقد افتخروا بذلك كما افتخروا من قبل زاعمين أنهم هم الذين ضربوا المنشآت في بجيج. رضوان السيد يقول في صحيفة الشرق الأوسط إن المحور الإيراني وميليشياته مر في الأشهر الأربعة الماضية بمرحلتين، مرحلة المهادنة مع ترامب يقينا بنجاحه في الانتخابات، والمرحلة الحالية هي مرحلة الاستنفار من جديد، ليس بسبب التهديدات الأمريكية بل من أجل ابتزاز بايدن واختبار نواياه. في مرحلة المهادنة جرى تبادل جزئي للأسرى والإيهام بالموافقة على تحريك الباخرة صافر باليمن، وإعلان الميليشيات الإيرانية بالعراق عن وقف الهجمات على قوات التحالف والسفارات ببغداد، وذهاب حزب إيران إلى مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل بلبنان. هذه حفلة استنفارات واستعدادات إذن لمواجهة محتملة متعددة الأهداف، تخويف ترامب من الإقدام وإزعاج الأوروبيين الذين تصاعدت شكواهم من التصعيد النووي الإيراني، وأولاً وآخراً تهديد بايدن وابتزازه وحثه على الإسراع في تقديم التنازلات التي وعد بها في حملاته الانتخابية أو يحدث ما لا تحمد عقباه. إن الخطر على مجتمعاتنا ودولنا من إيران كبير، فالملفات التي ذكرناها تنتشر في عدة دول عربية، هي العراق ولبنان وسوريا واليمن، وهي بلدان واقعة كلياً أو جزئياً تحت السيطرة الإيرانية. إن دول الخليج المستقرة والقوية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية واقعة تحت التهديد الصاروخي وحملات الكراهية الطائفية والانتصارية. وهذه أمور قلنا عنها طويلاً إنها لا تسر ولا يمكن الصبر عليها. إذ كيف يمكن الصبر على تخريب سوريا واليمن ولبنان وقسمة العراق ومجتمعات عربية أخرى؟ نحن في المشرق قسمان، قسم احتلته الميليشيات الإيرانية وفككت دوله ومجتمعاته، وقسم تحت التهديد والابتزاز. لذلك فلا علاج إلا بثوران الشعوب كما حدث في العراق ولبنان. الكاتب يرى أن الصمت ما عاد ممكنا، ولا عاد تجنب الحرب بالتسليم أو التجاهل مفيدا، أو يبقى سلامنا السياسي والاجتماعي والإنساني رهن سخط إيران على هذه الإدارة الأمريكية الجمهورية أو رضاها وابتزازها لتلك الإدارة الديمقراطية. لا بد من الكفاح بكل الوسائل. كشف موقع ذا هيل الأمريكي القريب من الكونغرس أن الكيان الصهيوني كان يستخدم في الماضي عملاء من خصوم النظام الإيراني للقيام بالمهمات القذرة التي تشمل عمليات اغتيال، ولكن من المرجح أن العملية الأخيرة التي أسفرت عن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة كانت على يد إسرائيليين من داخل إيران بحسب الاحتراف والتعقيد في هذه العملية. الكاتب أكد أن إسرائيل عادت على ما يبدو إلى سياسة الاغتيالات التي كانت تنفذها ما بين العامين 2010 و2012 باغتيال علماء إيرانيين. وقال الكاتب إن إسرائيل اضطرت لتعليق برنامج الاغتيالات بطلب من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما حتى توافق إيران على أن تكون طرفاً في خطة العمل المشتركة للاتفاق النووي. وفي عام 2018 خرجت إدارة الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق. ويرى الكاتب أن إسرائيل تحاول استغلال الأسابيع الأخيرة من ولاية ترامب لاتخاذ إجراءات ضد إيران قد يكون من الصعب الإفلات من عواقبها في ظل إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مشيرا إلى أن عملية اغتيال محسن فخري زادة كبير علماء الأسلحة النووية في إيران تمت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة على طريق ترابي شرقي طهران، وأن العالم تعرض لكمين. وأضاف الكاتب أن الصور المنشورة على تويتر لعملية الاغتيال تشير إلى عدم وجود ناجين في سيارته، ويبدو أن سيارة أخرى قد دمرت بالكامل بواسطة قنبلة. الموقع يرى أنه من حيث الأهمية فإن مقتل فخري زادة يتساوى مع مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في بغداد في كانون الثاني الماضي، والذي نسق أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار في العراق وسوريا ولبنان.
تحت عنوان ترامب لا يزال في معركة إيرادات مع إيران، كتب ديفيد غناطيوس مقالا في صحيفة واشنطن بوست قال فيه إنه مع غروب الشمس على رئاسة دونالد ترامب هناك بند غير مكتمل ويحمل معه مخاطر محتملة، وهو البرنامج النووي الإيراني. وأضاف الكاتب أن ترامب يخوض صراع إيرادات مع إيران وأن الحرب بين الطرفين ممكنة في أي وقت. الولايات المتحدة وإيران أرسلتا في الأيام الأخيرة رسائل فيها عزم وتصميم، وفي رسالة مرت بدون أن ينتبه إليها أحد، وهي إرسال سلاح الجو الأمريكي مقاتلة B-52 من قاعدتها في مينوت بولاية نورث داكوتا إلى الشرق الأوسط من أجل ردع عدوان وتطمين الشركاء والحلفاء، كما جاء في بيان القيادة المركزية بالشرق الأوسط. وفي هذا الأسبوع قال ثلاثة مسؤولين إن البحرية ستبدأ بتحريك حاملات الطائرات باتجاه الخليج كوقاية من أحداث غير متوقعة. وتبدو رسالة البنتاغون لإيران تحذيرية بعدم استغلال الوضع وليس تهديدا، لكن المواجهة بشأن الملف النووي الإيراني تلوح من الخلف. وأرسلت إيران أيضا رسائل تصميم إلى جانب استعدادها لإحياء الدبلوماسية مع الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب جو بايدن. وتأكد التهديد الإيراني هذا الشهر من تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول زيادة إيران معدلات تخصيب اليورانيوم المخفف، والتي وصلت 12 مرة أعلى مما سمحت به الاتفاقية النووية الموقعة عام 2015. ويخشى المشككون في المؤسسة العسكرية في الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الترددات التي تجعل الطرفين في وضع سيء. وحذر مسؤول دفاعي سابق من أن فكرة غارة جراحية نظيفة ومحدودة ضد البرنامج النووي الإيراني هي حماقة، لأن الحرب لا تعمل بهذه الطريقة. وبحسب الكاتب فإن المواجهة مع إيران تظل العامل غير المتوقع والمجهول في الأمن القومي حتى يتم تنصيب جو بايدن، وحتى ذلك الحين فمخاطر الضربة الأمريكية أو الإيرانية تظل على الطاولة، وهي وإن كانت صغيرة لكنها محتملة. اليابان مرة جديدة لم تعد شراء حقوق ظهور الوجه حصرا على مشاهير الإعلانات، بعد أن بدأت شركة كامينيا أوموتو اليابانية في شراء حقوق وجوه أشخاص حقيقيين وتحويلها إلى أقنعة متاحة للبيع. ويقوم مشروع ذات فيس المقدم من الشركة على شراء حقوق وجوه الأشخاص مقابل 40,000 ين، حوالي 380 دولار، ثم تحولها إلى أقنعة مطبوعة ثلاثية الأبعاد فائقة الواقعية مقابل ما يقدر ب 98,000 ين، حوالي 940 دولار. وبحسب ما أعلنته الشركة عبر موقعها فإن القناع الذي يحظى بشعبية لدى العملاء ويكون الأكثر مبيعاً سيحصد صاحبه نسبة من أرباح البيع. وكانت الشركة قد فتحت باب التقدم بطلب لبيع حقوق الوجه عن طريق استمارة إلكترونية في الفترة ما بين 14 أكتوبر تشرين الأول وحتى 14 نوفمبر تشرين الثاني الجاري، شريطة أن يكون المتقدم أكبر من 21 عاما ومن سكان مدينة طوكيو. والآن إلى أهم ما رسم فنانو الكاريكاتير.
ختام هذه الحلقة من صدى الأقلام، شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.